حليل المسكين قاعد وغي وحدو، حتى واحد ما داها ضربك فيه. يصبر لله يصرف مراده، واللي يحبه راه هو اللي يعطيه. اللي عنده المال الناس تحبه، وكلامه مقبول والغشي يبغيه. واه اللي عنده المال يعني الناس تبغيه، اللي ما عندهش المال شكون اداها فيه؟ قال له شفيتني يا المسكين وشفني حالك، والبس البالي والجديد والحق عمره ما ينعطالك. يا شوف الدنيا كي ولات، والبطاطا والطوماطي شغلات، والخدمة قلت والدنيا صدت، وفين رحنا غاديين يا أخوتي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، المغاربة الحرار اللي فين ما مشاو يخليو تاريخ. وتحياتي للجزائريين، حنا الشعب خاوة خاوة، ما بيناتناش العداوة، وهاد الناس الله يهديهم الطريق الخير. نطلبوا الهداية، ديما اللي كيطلب الهداية راه رب العالمين يهديه. لا تقنط لو كان تكون في قلب الحجرة، ولا تفرح لو كان تكون قدام الخيل تسير. قادر اللي ناشفة تلجأ خضرة، وقادر اللي يابسة تلجأ غدير. والله آه يا سادات يا كرام، غادي نوليو الحكاية تحت السلطان. إنسان تاعو بقاو يفكروا، هذه الحلقة الزوجة، إنسان بقاو يفكروا، قالوا إحنا هذا السلطان درو غادي يجري علينا، وغادي يتكرفص علينا، وغادي نبقاو يعني هاملين، كي غادي نديرو؟ هذا المرأة يخصنا ندبروا عليها. يوم على يوم، يوم على يوم، السلطان ما بقاش يمشي لهذوك النساء، ولا يعني معمر الدار ديالو، وفارح بهذاك الولد، وفارح بهذيك البنت. النساء ديال السلطان قالوا صافي ما راش يديها فينا، ها اللي رحنا نقولو، كي غادي نديرو؟ شافوا واحد المرأة كبيرة تتمشى على ثلاثة كرتيلة، الغاو ليها، قالوا لها يا ودي احنا دروك النساء نتاع السلطان، أربعة نتاع النساء، ما جابش ربي معاه الضنايا، وهاد المرأة داها غير عروبية كانت تسرح، وها هي بعدا جابت معاه ولد وبنت، كيفاش ديري دبرينا عليهم؟ قالت ليهم ندبر عليهم، ندبر على امهم ياك، لكني تعطيوني قده. قالوا جاتك، عطوها هذاك الشيء اللي طلباته، المبلغ اللي طلباته عطوه ليها. هذا العازوج اسمه دارت، خلات السلطان خرج سافر، وجا دقت على هذيك البنت في القصر ديالها. لما دقت عليها البنت رقبت عليها من الفوق، وصاها السلطان قال ليها ما تحلي حتى على واحد، خايف عليها، وحاضي رسوم هذوك النساء نتاعو لا يديروا لهاش لعبه. قالت لها واسمو بغيتي؟ قالت لها يا ودي انا راني خالتك، وراكي ما تعقليش عليا، ايه وراني مشيت سولت والديك وقالوا لي راها بداها السلطان، وبغيتها بنيتي نبارك لك ونفرح معاك. انتي خالتي؟ قالت لي انا خوالاتي كاع نعرفهم، شنو راكي تقولي؟ قالت لي بنيتي دخليني وستريني ندخلك. قالت لي هيا لالا، انا السلطان قال لي ما تدخلي حتى وحده، دروك من اللي طلبتيني ضيف ربي
ما نعرف. قالت لي هاد دخليني وغادي الغرض ديالك غادي ينقضى. قالت لي اليوم ما كاين هضره، ما نقدرش ندخلك غير تهناي. تا الغدوه واللي نشوف. لا زوج ولات. البنت بقات تفكر، ايوا ندخلها ما ندخلهاش. يجي السلطان يقول لي شكون اللي دخل عندك هنا ونصدق انايا، بالك هاد العزوج جايه تلعب لي شي لعبه. والسلطان عنده 4 نتاع النساء، وكيد النساء كيدين ونكيدهم جيت هارب، متحزمين بالفاع ومتخلين بالعقارب. البنت بايتها تخمم، الصباعة وجاتها دقت عليها، رقبت عليها من السرجل. قالت لها بنيتي راني جيت عندك البارح ووعدتيني على اليوم. قالت لها يا العزوج غادي ندخلك ولكن بواحد الشرط. كيفاش؟ الى مراكشي جياني بالغدر. البنت حست ومصيها السلطان. قالت لها بنيتي عليك الامان التام. كيفاش عليك الامان من غدرك؟ وراك عارف بكري كان الانسان الا قال لك الامان الامان. دخلتها وكلتها شربتها ضيفتها فرحت بيها. العزوج البلان اللي كانت غاديه ديرو ما صدقش. علاش؟ كل شيء الاعمال بالنيه، وهي الدور فيها. قالت ليها بنيتي وه انت درتي لي خصله ووكلتيني وشربتيني وفرحتي بيا وكبرتي بيا، كنت غادي نغدرك تغدريني. ايه علاش؟ قالت ليها غادي نجيك للحقيقه وخلي الكلام ديالنا مستور وعندك تقوليها للسلطان. قالت ليها لك الامانه العزوج. قالت ليها انا راني كان لي المال كبير على الانسان تاع السلطان، ايوا، وباغي نغيرك في الولد والبنت. وقلت لهم غادي ندبر عليهم لكن راني ما نغدركش وستريني. ايه هكذا العزوج؟ قالت لي هو جبت واحد البركه عطاتها لها وقالت لي الله يهنيك العزوج وما تعاوديش تدوري بهذا القصر، وإلا عاودتي راني نعلم عليك السلطان وغادي يقطع لك الراس نتاعك. أبنيتي أنا راني قلت لك غير الحقيقة. قالت ليها قلتي لي الحقيقة الملح قبضاتك، الخطر الملح راها تقبض، والطعام سحر في أبطان الرجال. شوف الطعام سحر في أبطان الرجال. العزوج جات خارجة، البنت بقات تفكر. ايه انا انسان تاع السلطان، تابعيني تابعيني، نقولها للسلطان ولا ما نقولهالوش؟ العزوج مشات عند انسان تاع السلطان، المال داته. وقالوا لها من درا واسمو درتي؟ قالت لهم مازال ما لقيتش الطريق، وراها عادت وعدني وخليوني حتى نشوف الامر ديالها كي غادي يصرى. هاد الشيء ماشي سهل، لو كان علمتوني نهار الاول قبل ما تزين نعرف تدبير ديالي. بصح ملي حتى المرا زيدت والولاد راهم يكبروا كي غادي ندير؟ غادي نشوف التفكير. جا داك السلطان من المسافرة نتاعو فرحان، أخلط قال المرأة نتاعو بخير، وليدته بنيته وليده بخير. قعد النهار الأول النهار الثاني النهار الثالث وهي توعدو المرأة. قالت له يا مالك توعدني وتعطيني العهد ما تغدرنيش. أه كيفاش نغدرك وانتي يا عينية وانتي عمارة الدار ديالي وانتي هادي؟
ونغدرك، انت راني دايرك في عيني ودايرك في قلبي. انا كنت ما عنديش لا ولاد لا بنات، وهانتي جبتي لي ولد وبنت وكرمتيني، وانا سلطان لمن نخلي هذا الشيء هذا؟ وهاني داير لك القصر ديالك بوحدك، وانت حاشا ما تدور عليك. اسمو حبيتي؟ قالت له يا سيدي راه الانسان تاع اكبر، راهم باغيين يدبروا عليا. كيفاش؟ راهم صيفطوا لي واحد العزوج، وراني حليت عليها الباب ووكلتها وشربتها وفرحت بيها، وراها قرت لي مصيفطينها النساء ديالي، ولك باش غادي تغدرني تقتل لي الولاد ولا تشوف واسمو دير لي ياك. ايه السلطان هنا فاق، قال كي غادي ندير؟ قال ليها خاطيك. ذا قالت لها بصح ما استرني وخدم شغلك. قال لي هنجيبها بالعزوز نعذبها؟ قالت له لا. علاش؟ اعطيتها الامان باللي ما نقرلكش، والامان وعر. الا قال اني قريت لك واعطيتها الامان بحال اللي غدرتها. اللي هي خاطيك. ابقى يحاول مع هذا النساء، طلق الاولى، طلق الزوجه، طلق الثالثه، بقات عنده اللي اداها في الاول. علاش؟ هذه اللي اداها في الاول هلاليه وتعرف المعنى، الغالها. قال ليها شوفي انت ما نطلقكش. علاش؟ قال ليها انت عندي معك الخير وعندي معك التيسير، بصح غادي نشرط عليك شرط. كيفاش؟ ما جابش ربي معك الوليدات، وهذا المرأة ديتها من العروبية وجاب معها ربي الولاد، وبغيتو تقتلوا لها الوليدات؟ قالت له أنا ما عندي خبر. كيفاش؟ أنا ما عنديش الخبر ديال هاد الشي، وهذيك المرأة رب العالمين كرمك بيها ونعمة وجابت لك الوليدات، حتى احنا ماذا بينا الدار ديالنا تكون عاملة. عرفها باللي، قال ليها تمشي معاها للقصر عندها. قالت له نمشي. ايه لكن الا ما تغدريهاش؟ قالت له شوف نعطيك العهد، ما نغدرها واش انا نسمح في رزقي ونسمح في راجلي ونسمح في قشي ونسمح في ولادي؟ ما اعطانيش ربي، نحمد الله، نحمد ربي دار لي خير عنه، والعبد الضعيف واش عندي يضربك فيه؟ داها جمعها مع المرأة مولات الأولاد، وقال ليها شوفي هذه راهي الذرة ديالك، وراها وعدتني وعطاتني العهد باللي ما تغدركش، تقبلي عليها؟ قلت له سيدي راني قابلة عليها، واش أنا غادي نفوت الذرة نتاعي؟ ما نفوتهاش. نيشان اش دار هذا السلطان؟ قال هذا الولد وهذا البنت ما غاديش نخرجهم وما يشوفوهمش الشعب، وغادي نقريهم، والولد غادي نعلمو يدق السيف نهار اللي يكبر. ارانا يا سادات بدا يقري فيهم، اسمع الحكايه فين راها غاديه تكون، واسمع هذا الولد والبنت اش غادي يصرى بيهم في الاخير. هذه الحلقة الزوجة، تحياتي للجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام هي شعار الإسلام. احنا اليوم رحنا شوية قلدنا، خلينا واحد الشيء، إنسان يقول لك صباح الخير، صباح النور، صباح الفول، صباح القصبر، ياك يا الإسلام يا الإسلام. السلام عليكم الشعار نتاع الإسلام، كل شوف كل حاجة عطيها ربي، ولكن الإنسان لقى لك السلام صافي عرف اللي كاين الأمان، ما قال لكش السلام ما تقدرش تثيق فيه، هل يكون على يقين. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، ونطلب الله تعالى الله يكسر علينا هذا مد الغلا.
الله يكسر عين هذا مد الغلا، والله يهدي هذا الناس يشوفوا على حسب المسكين اللي راه ضايع. وتحياتي اليكم الشيخ علال الفنان ديالكم كيهدي لكم فيديو وانا عشتي مع الجمهور. الله يخلي لي الجمهور ديالي اللي راهم متبعيني في القناة وراهم يكرموني في الحلقة وراهم يديروا معايا ابوني، ديروا مع اخوكم الشيخ علال ابوني، عاونوه راه تورات وجدة. وعلى سلامتكم.